انت قلت لي ان انت تعرف الونش طبعا، وسمعت عنه قبل ما تيجي لنادي الزمالك. الحقيقه الونش من اميز المدافعين اللي موجودين في الدوري المصري، وكمان داخل قاره افريقيا، يعني مدافع على مستوى عالي جدا جدا من حيث الاداء او من حيث الرجوله ومن حيث التحدي جوه الملعب. طبعا انت اول ما جيت وعرفت خبر ان الونش جاله رباط صليبي او اصابه قويه جدا جدا، اولا قول لي استقبلت الخبر ده ازاي؟ طبعا خبر كان وحش جدا بالنسبة لي، لأنه مدافع كبير جدا في القارة، دي حاجة احنا محتاجين. طبعا يعني حظ وحش قوي للفريق انه لعيب جيد بالجودة دي وبالكفاءة دي. أنا متأسف له جدا، أو يعني زعلان عليه جدا، وبيساعدنا كتير عشان نخرج من التحديات دي. لكن اللي أنا أقدر أقوله من قلبي، أتمنى إن هو يشفى بسرعة، ولازم نفكر دلوقتي على الفترة اللي جاية، ونفكر في أول مباراة ضد الإسماعيلي، وده أول هدف لينا. وأعتقد إن الونش هيكون سعيد لما نكسب المباراة دي إن شاء الله، ويرجع لنا كمان.